ونبقى مشاهدينا في فاجعة الموصل. لمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى الطائي. أهلا بكم دكتور. حياكم الله. كيف تقيمون مجريات حادثة اليوم في الموصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الموصل لا تخرج من فاجعة إلا وتدخل بفاجعة أخرى. فبعد فاجعة ما حصل في الموصل من تدمير المدينة وهدم الدور على ساكنيها، وإلى الآن كثير من الجثث تحت الأنقاض منذ عمليات ما يسمونه هم بتحرير الموصل، بل هي تدمير الموصل، ثم تأتي هذه الفاجعة الجديدة. حقيقة هذه تكشف حالة يعني وواقع مدينة الموصل. هناك إهمال حكومي متعمد لهذه المدينة، ثم هناك استشراء للفساد بسبب سيطرة الميليشيات على الموصل، سيطرتها على أهل الموصل وعلى مقدرات أهل الموصل وعلى الوضع الاقتصادي في الموصل. ثم هناك يعني لا يوجد أي محاسبة أو أي عقاب. كل الجرائم التي تحصل إلى الآن لم يتم محاسبة أي مجرم أو أي مسؤول عن ما يحصل من دمار أو من قتل أو من تهجير لهذه المدينة الموصل. غياب المحاسبة وغياب وانعدام المسؤولية، لا توجد مسؤولية حقيقية. مع شديد الأسف المواطن العراقي لا يمثل شيئا في قاموس هذه الحكومة ولا حكومات الاحتلال المتعاقبة. هذه الحكومات هي جاءت من أجل خدمة أحزابها وخدمة فئاتها، فبالتالي المواطن العراقي هو الضحية وهو الذي يدفع الثمن، والمستفيد الوحيد هي الأحزاب المتسلطة على رقاب الشعب العراقي وعلى رقاب العراقيين جميعا. ربما هذه النقطة هي التي وردت في بيان هيئة علماء المسلمين عن فاجعة الموصل، والتي ركزت على غلبة المصالح الحزبية للقوى والأحزاب الحاكمة على مصلحة المواطن. إلى أي مدى انعكس ذلك دكتور على عدم اتخاذ سبل المحاسبة وانعدام المسؤولية التي تحدثت عنها؟ بالتأكيد، لأن العملية السياسية بنيت على المحاصصة الطائفية، وملفات الفساد التي تظهر أحيانا وتختفي أحيانا هي خاضعة للابتزاز السياسي. فالكتل الكبيرة الغارقة في الفساد لا يمكن محاسبتها. إلى الآن كم من ملفات فساد كثيرة، كم من ملفات وجرائم حصلت، ماذا كانت نتائج التحقيق منذ الاحتلال إلى الآن؟ دائما الحكومة حتى تخرج بإطار يعني توهم الناس بأنها ستتخذ إجراءات بحق المجرمين بحق هؤلاء وتحاسبهم، لكن إلى الآن ما هي نتائج التحقيقات التي حصلت منذ 2003 إلى الآن؟ لا يوجد شيء. على العكس من ذلك، لا تزال حيتان الفساد تتسلط على رقاب العراقيين جميعا، وبالتالي العراق يسير من سيء إلى أسوأ. المشكلة ليس فقط في ذهاب الأموال العراقية والثروة العراقية، المشكلة في دماء العراقيين التي أصبحت هي سلعة لهذه الطبقة السياسية الموجودة التي تتربع على عرش السلطة في بغداد. دكتور، شاهدنا يعني صور مؤلمة لبداية حدوث انقلاب العبارة وغرق الركاب. كيف تفسرون عدم احترام قوانين أدنى قوانين الأمن والسلامة وتجاوز الطاقة الاستيعابية للمركب؟ بالتأكيد، لأن حياة المواطن في العراق لا يلقي لها بالا لا الحكومة ولا المسؤولين الموجودين. حياة المواطن في العراق يعني هي وقود للعملية السياسية حتى تسير. دماء العراقيين تسيل ليلا مع نهارا، والعملية السياسية مستمرة. هذا الحادث لو حصل في أي دولة تحترم نفسها لم يبقى في الحكومة شخص واحد. في كل دول العالم نسمع عن حالات بسيطة جدا يذهب ضحيتها شخص أو اثنين، بل تقصير غير متعمد في بعض الأحيان، تقام الدنيا ولا تقعد. لكن في العراق ما دام هذا المواطن هو الضحية، فالموضوع يعني لا يشكل شيئا بالنسبة للحكومة. في كل العالم وسائل الأمان يجب أن تتوفر في كل مركبات النقل، سواء البرية والبحرية والجوية. مثل هكذا عبارات على أقل تقدير يجب أن تتوفر نجادات، يعني حمايات شخصية لكل أفراد الطاقم. الآن في كل مكان في العالم هكذا عبارات، تتوفر نجادات، تتوفر طوافات، تتوفر زوارق للإنقاذ. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه المواطن العراقي
هو ماده يستغلها هؤلاء، وبالتالي عدم توفير مواد الامان او مستلزمات الامان له هو استهتار بحياته، وان حياته لا تشكل قيمه عند المسؤولين عن هذه المدينه او عن المسؤولين الحكوميين. بالتزامن مع اعلان الحكومه الحداد 3 أيام عن ارواح الضحايا، ما السبل القانونيه والشفافه والضامنه لمحاسبه المسؤولين ومتابعتهم قضائيا؟ اختي الكريمه، انا اقول لك ماذا كانت نتائج التحقيقات السابقه. هذه الحكومه ستحقق في الموضوع وسيتم طي الملف وسيكون في الادراج وتحت النسيان، وتبقى الضحايا تئن، وتبقى هذه العوائل المنكوبه تئن دون ان تحصل على شيء. عودتنا هذه الحكومه مع شديد الاسف ان ترقص على جراح العراقيين ليلا مع نهار، فبالتالي لا نعول شيئا لا على هذه الحكومه ولا على حكومات الاحتلال المتعاقبه، لانها لا تمثل مصلحه الشعب العراقي. خلاص الشعب العراقي بنهايه هذه العمليه السياسيه يتم محاسبه كل هؤلاء. الحق لا يسقط بالتقادم. نعم، أين ولمن يلجأ العراق اليوم تحديدا سكان الموصل الذين بالكاد وقفوا بعد المعارك وما يزال الكثير من ذويهم تحت الأنقاض؟ بالتأكيد المأساة كبيرة جدا، المأساة كبيرة جدا، سواء في الموصل، الموصل مدينة منكوبة، لكن مع شديد الأسف حتى موضوع حقوق الإنسان يخضع لمعايير سياسية. يعني هذه الحالة لو حصلت في أي مكان آخر لانقلبت الدنيا، لكن لأنه هنا الاحتلال الأمريكي هو المسيطر، والاحتلال الإيراني هو الذي يعني مسيطر في الداخل، وعملية تخادم بين الاحتلالين، تجد أن ملف حقوق الإنسان الكل يصمت عنده. لو مهما بلغت عدد الضحايا، إلى الآن ضحايا الموصل لم تنتشل من تحت الأنقاض، ومع ذلك نجد هناك صمتا كبيرا على المستوى العربي والدولي والعالمي. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى طائي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية، شكرا جزيلا لكم.